في الجماعات الترابية في المجالس، ثم في الغرف، ثم في يعني ممثلين مأجورين. إذا هؤلاء كلهم في منظمات يعني الشغل الأكثر تمثيلا، المنظمات النقابية. إذا هذه المنظمات هي التي تختار، وهؤلاء الناخبين الكبار هم الذين يختارون من يلج ويمثل هذه القطاعات الإنتاجية بشكل عام في مجلس مستشارين. إذا كما قلنا، المرحلة هي تقديم مقترحات، إذا قدم من قبل البرلمانيين يسمى مقترح قانون، إذا قدم من قبل رئاسة الحكومة يسمى بمشروع قانون. وللإشارة فقط، لا يمكن للوزراء أن يتقدموا بمقترحات لمشاريع القوانين، يمكن أن يتقدم بمسودة، ولكن يضعها بين أيدي رئيس الحكومة، ورئيس الحكومة هو الذي له الصلاحية دستوريا بأن يقوم بتقديم مشاريع القوانين باسم الحكومة. باسم الحكومة بعد المقترح نمر، بعد الاقتراح نمر إلى المرحلة الثانية وهي المناقشة. يعني يناقش ذلك المشروع أولا أمام اللجان البرلمانية، وثانيا أمام الجلسة العامة. بعد ذلك يتم الانتقال إلى المرحلة الثالثة وهي المصادقة على هذا النص. إذا هذا المشروع يصادق عليه بالأغلبية، إذا كان الإجماع فذاك، إذا لم يكن فبالأغلبية. إذا حينما يصادق عليه نمر إلى المرحلة الرابعة وهي مرحلة الإصدار. مرحلة الإصدار، جلالة الملك والذي يقوم بالإصدار داخل أجل 30 يوما من إحالة القانون المصادق عليه الحكومة، وجلالة الملك له كامل الصلاحية بطبيعة الحال في أن يقوم بإعادة القراءة لذلك النص في حالة ما إذا كان هناك اختلالات، كما له الصلاحية في أن يقوم بإحالته على المحكمة الدستورية إذا كان هناك عدم يعني التوافق مع الدستور. إذا هذه المرحلة الرابعة. المرحلة الخامسة وهي النشر بالجريدة الرسمية، النشر بالجريدة الرسمية، ومعناه أنه بعدما يعبر مرحلة الاقتراح ومرحلة المناقشة والتصويت والمصادقة والإصدار ثم النشر بالجريدة الرسمية، حينما ينشر بالجريدة الرسمية فإنه يصبح ملزما للمواطنين، للمخاطبين به. لماذا؟ لأنه هناك قاعدة معروفة، لا يعذر أحد بجهله القانون، ولا يمكن لشخص أن يتدرع بأنه ليس على علم بوجود النص القانوني إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة كالزلازل وكالفيضانات وغيرها من القوى القاهرة، من القوى القاهرة التي تحول دون أن يكون الشخص على علم، أو الحروب أو غيرها. إذن هذه هي المراحل. لذلك التشريع الأساسي تحدثنا عنه ومن يضعه، التشريع العادي يضعه البرلمان، ولكن استثناء أن يمكن للحكومة أن تضعه في حالتين. الحالة الأولى في حالة إذن القانون، إذا كان القانون يأذن للحكومة بأن تقوم بسن قانون معين، ولكن لغاية معينة محددة ولفترة معينة، على أن يعرض على الدورة العادية قصد المصادقة من قبل البرلمان. إذا عن طريق مراسيم، عن طريق مراسيم، لأن ما يصدره رئيس الحكومة يسمى بالمرسوم، ما يصدره جلالة الملك يسمى بالظهير، ما يصدره يعني الوزراء والإدارة بشكل عام في إطار السلطة التنظيمية يسمى بالقرارات وغيرها من طبيعة الحال من الآليات التي وضعها القانون بالنسبة للموظفين في هذا الإطار. إذن فكما قلت أنه الحالة الأولى هي حالة الإذن، الحالة الثانية هي حالة الضرورة. الحكومة يجوز لها أن تقوم في الفترة الفاصلة بين الدورات، لأن البرلمان أنه هناك دورة الخريف، دورة أكتوبر، الجمعة الثانية من أكتوبر، وتنتهي عادة في يناير، في أواخر شهر دجنبر بداية يناير، والدورة الربيعية في الجمعة الثانية من أبريل، وتنتهي في نهاية شهر يونيو وإلى غاية شهر يوليوز استثناء. إذن يعني هناك فترات فاصلة بين الدورات، وربما قد تكون الحاجة ملحة لسن قانون جديد، وهذا ما يسمى بحالة الضرورة، لأن الضرورة تقتضي أن يتم سن قانون. يعني البرلمان يعني في عطلة، وبالتالي يعني بين الدورات، وإن كانت اللجان تشتغل بشكل مستمر، يعني أنها ليس هناك توقف بالنسبة لعمل اللجان،
الحكومة لها أن تقوم بإصدار نص قانوني بعد توفر كما قلنا مجموعة من الشروط باتفاق مع اللجان المعنية. مثلا إذا أرادت أن تقوم بسن قانوني في مجال التعليم ينبغي أن تنسق مع اللجنة المكلفة بالتعليم، في مجال الصحة مع اللجنة المكلفة بالصحة. وخير دليل وخير مثال يمكن أن نضربه في هذا المجال وهو جائحة كورونا، أنه تم سن حالة الطوارئ ليس بالبرلمان وإنما بناء على مرسوم قانون بثته الحكومة في إطار حالة الضرورة، وبطبيعة الحال عرض على البرلمان من أجل المصادقة عليه وتأييده بطبيعة الحال. إذن فهذا ما يتعلق بالسلطة التي تضع يعني القوانين بشكل عام، خصوصا التشريع العادي. يعني التشريع العادي، نتحدث عن التشريع العادي. ثم هناك التشريع الفرعي. التشريع الفرعي وهو عبارة عن نص تنظيمي طبقا للفصل 72 من الدستور، أنه ما لا يدخل في مجال القانون، يعني الفصل 71 من الدستور، ما لا يدخل في مجال البرلمان فإنه يعود إلى السلطة التنظيمية للحكومة، ورئيس الحكومة له كامل الصلاحية في أن يقوم بتفويض بعض سلطاته في هذا المجال. إذن هدف ما يتعلق بالنص التنظيمي والقانون والدستور. ولكن أريد أن أثير انتباه الطلبة الأعزاء إلى مسألة في غاية الأهمية. هناك ما يسمى بالقانون التنظيمي. فالقانون التنظيمي هو عبارة عن قانون يكون صادرا عن البرلمان ويكون مكملا للدستور ومفسرا للدستور. مثلا قانون الإضراب، هناك الدستور يتحدث عن الإضراب أنه حق مضمون يمارس، ولكن سيصدر قانون تنظيمي يبين يعني كيفية ممارسته والشروط إلى غير ذلك. إن هذا القانون يسمى بالقانون التنظيمي. إذن أولا لا ينبغي أن نخلط بين القانون التنظيمي وبين النص التنظيمي. القانون التنظيمي هو نص قانوني صادر عن البرلمان، النص التنظيمي صادر عن الحكومة في إطار السلطة التنظيمية. إذن هناك فرق بينهما. وإذا أردنا أن نقوم بترتيب هذه النصوص، الدستور هو الأول، يليه في الدرجة القانون التنظيمي لأنه مرتبط بالدستور لأنه يفسر ويكمل الدستور، بعده القانون الذي يصدر عن البرلمان، وبعده النص التنظيمي الذي يصدر عن الحكومة. وهذه النصوص هي يعني تعمل في إطار تراتبية، بمعنى لا يمكن للنص الأدنى أن يخالف النص الأعلى، لا يمكن للقانون التنظيمي أن يخالف الدستور، لا يمكن للقانون أن يخالف الدستور، لا يمكن للنص التنظيمي أن يخالف القانون. وبالتالي نصل إلى مسألة في غاية الأهمية وهي رقابة صحة تدرج التشريع. هذا ما يسمى بتدرج التشريع، بمعنى أن التشريعات متدرجة. هناك ثلاثة يعني كأساس القانون التنظيمي، هذا فقط غير أضفته لتعلموا الفرق بينه وبين النص التنظيمي، ولكن هناك الدستور وهناك القانون وهناك النص التنظيمي. القانون ينبغي أن يكون موافقا للدستور، النص التنظيمي ينبغي أن يكون موافقا للقانون، ولكن أحيانا قد لا يكون القانون موافقا للدستور، قد يكون مخالفا للدستور، وقد يكون النص التنظيمي مخالفا للقانون وبطريقة غير مباشرة فهو مخالف للدستور. إذن ما هي الآليات التي يمكننا من خلالها أن نقوم بحماية والحرص على سلامة هذه القوانين وموافقتها للدستور؟ إذن هناك آليتان. الآلية الأولى وهي مراقبة دستورية القوانين. الآلية الثانية وهي مراقبة شرعية النصوص التنظيمية. الآلية الأولى مراقبة دستورية القوانين، وهو أن هذه الآلية من خلالها نراقب هل القانون موافق للدستور أم غير موافق للدستور. إذا كان موافقا للدستور فذاك، إذا لم يكن موافقا للدستور فينبغي أن يستبعد ذلك النص القانوني. وهنا في المراقبة ينبغي أن نميز، لأنه نص عليه الدستور فصول خصوصا 132 133. هناك 132 وهي الرقابة الدستورية القبلية، بمعنى أنه قبل أن نقوم بإصدار القانون وقبل أن يدخل حيز التطبيق يمكن للملك ولرئيس مجلس ولرئيس الحكومة ولرئيس مجلس النواب ولرئيس مجلس المستشارين ولخمس أعضاء مجلس النواب ولأربعين عضوا من أعضاء مجلس المستشارين أن يقوموا بإحالة ذلك القانون إلى المحكمة الدستورية التي تتولى البت في الدستورية، هل هو دستوري أم غير دستوري.
كذلك دائما في هذا الإطار يعني مراقبة دستورية، هذه المراقبة الدستورية تخلق مشكلة. لماذا؟ لأنه الإشكال الذي كان في الدساتير السابقة 62 70 72 92 96 أنه لم تكن تتحدث عن يعني عن المراقبة البعدية، لأنه أحيانا قد يكون النص القانوني مخالفا للدستور ولكن لم يحل من قبل الجهات التي يسمح لها الدستور بالإحالة على المحكمة الدستورية. سابقا كان المجلس الدستوري طبيعة الحال في 92 وفي 96 وقبلها كانت الغرفة الدستورية بالمجلس الأعلى. إذن بطبيعة الحال هنا الدستور المغربي ل 2011، وهذه نقطة جيدة تحسب لدستورنا لأن الدستور المغربي من الدساتير المتقدمة على المستوى العالمي من حيث مقتضياته، هو أنه سمح الآن بالدفع بعدم دستورية القوانين، بمعنى ما يسمى بالمراقبة البعدية، حتى يصدر النص وحتى ينشر بالجريدة الرسمية، وحينما نريد أن نقوم بتطبيقه على المواطن، المواطن المتضرر أو الجهة المتضررة يمكن لها إذا ظهر لها على أنه يقوم بتقييد من الحقوق والتضييق عليها ويمس بالحقوق والحرية الأساسية طبقا للدستور، فمطبعة الحال يمكن أن يقوم بالدفع بعدم دستوريته ويطلب من القضاء بعدم تطبيق ذلك النص بمناسبة دعوة معينة، والقضاء آنذاك يحيل على المحكمة الدستورية بطبيعة الحال. إذن القضاء مثلا بمراكش يحيل على محكمة النقد، ومحكمة النقد هي التي تقوم بالإحالة على المحكمة الدستورية، والمحكمة الدستورية تبت فعلا هل هو مخالف للدستور أم غير مخالف للدستور، ويتم تقرير جميع الآثار القانونية المترتبة عن قرار المحكمة الدستورية. إذن كما نلاحظ وأذكر هناك مراقبة قبلية تمارسها الجهات التي أشرت إليها وهي اختيارية، ولكن أحيانا قد لا يحال النص المخالف للدستور على المحكمة الدستورية لتراقب هل هو غير دستوري أم لا. تأتي المراقبة البعدية التي تسمح لكل شخص تضرر ورأى على أن قانونا معينا غير دستوري أن يقوم بهذه العملية، وهناك قانون تنظيمي كما قلت قبل قليل، هناك قانون تنظيمي يتعلق بهذه بالدفع بعدم دستورية القوانين، لا يزال فيه نقاش من طبيعة الحال في هذا الإطار. إذن هذا ما يتعلق بمراقبة دستورية القوانين بمراقبة دستورية القانون. ننتقل الآن إلى مراقبة شرعية النصوص التنظيمية كآخر محور فيما يتعلق بالتشريع كمصدر أساسي من مصادر القانون. مراقبة شرعية النصوص التنظيمية ماذا نعني بها؟ ما يصدر عن الحكومة، عن رئيس الحكومة وعن الوزراء المفوض لهم في إطار ممارسة السلطة التنظيمية إذا كان مخالفا للقانون فينبغي أن يلغى، إذن الإلغاء يتم عن طريق دعوى ترفع أمام المحكمة الإدارية، والمحكمة الإدارية تبت إما بصحة ما طلب وفق الطلب أو أنها ترفض تلك الدعوى أو أن لا تقبلها إذا كانت هناك عيوب شكلية. إذن مراقبة الذي يمارس الرقابة على شرعية النصوص ما يسمى بلو برانسيب دو ليغاليتي لي ريغلومون، ان الجهه المكلفه هي المحاكم الاداريه، مراقبه دستوريه القوانين الجهه المكلفه وهي المحكمه الدستوريه. اذا هذا بشكل مقتضب يعني غير مفصل بشكل كبير ما يتعلق بالتشريع. المصدر الثاني العرف. العرف من أقدم مصادر القانون. لماذا؟ لأنه نشأ العرف منذ نشوء المجتمعات البشرية، وكل مجتمع بشري عشائر قبائل دواوير حومات إلى غير ذلك لها مجموعة من الضوابط التي تسير بها ذلك المجتمع الصغير. والعرف المقصود به هو عبارة عن سلوك سار عليه الناس زمنا طويلا حتى استقر عليه هؤلاء وأصبح ملزما، يعني حتى أصبحوا يشعرون بإلزامه. إذن العرف هو عبارة عن سلوك، عن عادة جرى عليها الناس مدة زمنية حتى تولد لديهم الشعور بإلزام تلك العادة أو ذلك السلوك. إذن انطلاقا من هذا التعريف فالعرف ينقسم إلى ركنين أو عنصرين، العنصر الأول أو الركن الأول وهو الركن المادي وهو العادة أو السلوك
الذي تواتر عليه الناس مدة زمنية معينة غالبا ما تكون طويلة. العنصر الثاني وهو العنصر النفسي أو المعنوي، وهو حينما يصبح ذلك الشعور الذي مورس لمدة زمنية معينة يصبح الشعور ويتولد الشعور لدى هؤلاء الممارسين على أنهم ملزم. ماذا نعني بإلزام؟ بمعنى أن كل شخص خالف تلك العادة أو ذلك السلوك يعاقب. وبذلك فالعرف وفقا لهذا التعريف هو الذي يعتبر قانونا، قاعدة قانونية. والعرف من طبيعة الحال أنه مر عبر عدة مراحل، وكان العرف في البداية شفويا وحاولت بعض الجهات أن تقوم بتدوينه كما وقع بالنسبة لفرنسا، وكانت مجموعة من الأعراف التي ضمنت في دساتير في قوانين عفوا مكتوبة. ونعطي مثال بالنسبة للمغرب، هناك مجموعة من الأعراف التي كانت معروفة في المغرب منذ مئات السنين، مثلا عرف الكد والسعاية الذي من خلاله يجزى كل من سعى وكد واجتهد لتنمية أموال الأسرة، خاصة الزوجة في مساعدتها لزوجها في شؤون البيت إلى غير ذلك، أن الفقهاء وأن الأعراف كانت تعطيها في حالة ما إذا وقع انفصال أو غير ذلك، فكانت تعطيها جزءا من ذلك من الممتلكات التي ساهمت في تنميتها. وهذا العرف انتقل بطريقة غير مباشرة إلى قانون الأسرة الجديد، مدونة الأسرة التي صدرت سنة 2004 في المادة 49 التي تتحدث عن ما يسمى باستثمار وتوزيع الأموال المشتركة بين الزوجين. هذا من بين، لأن هناك من يرى على أنه ليس الكد والسعاية وإنما أصله من نظام الأموال الفرنسي، ولكن هناك من يقول بأنه من هو أصله يعني من عرف الكد والسعاية. الذي يهمنا نحن في هذا المقام وأن العرف كان حاضرا بين أفراد القبيلة وانتقل وأصبح نصا قانونيا تبناه المشرع. لذلك فكما قلت العرف يتكون من شقين، من جزئين، من عنصرين، من ركنين. إذن العادة هي ذلك السلوك الذي يمارس. إذن العادة لا يمكن لأي عادة أن تكون مؤهلة لتصبح عرفا. مثلا شخص يقوم بعادة لمدة أسبوع أو شهر أو شهرين لا يمكن أن نقول على أنها عرف. لا بد أن تكون العادة متوفرة على مجموعة من الشروط، أن تكون العادة مستقرة بمعنى أن تطول مدتها، أن تكون ثابتة، أن لا تنقطع، تكون مستمرة، لأن إذا انقطعت لا يمكن أن ترقى إلى عرف. ويجب أن لا تخالف النظام العام والأخلاق والمبادئ الحسنة أو الآداب الحسنة كما يقال. إذن هذه الشروط إذا لم تتوفر في العادة لا يمكن أن ترقى إلى عرف، لأنه لا يمكن أن يتولد الشعور بإلزامها. إذن العادة إذا كانت ثابتة مستقرة مستمرة ثابتة غير مخالفة للقانون غير مخالفة للنظام العام فإنها تصبح عرفا وبالتالي تصبح ملزمة. وهناك مجموعة من الأعراف في المغرب التي تتميز بالطابع الملزم، ولا زالت الأعراف ليومنا هذا في مجموعة من المجالات ويحيل عليها القانون. مثلا في مجال كمثال أنه بالنسبة للخطبة يمكن أن تتم بقراءة الفاتحة أو بكل ما يدخل في العرف من تبادل الهدايا إلى غير ذلك. كذلك هناك الأعراف فيما يتعلق بأراضي الجماعة السلالية فهي منظمة بالقانون، ولكن منظمة وفقا لأعراف كل قبيلة أو كل يعني جماعة من الجماعات السلالية، لأن تختلف الأعراف من منطقة إلى أخرى من جماعة إلى أخرى. كذلك هناك ما يتعلق بتوزيع المياه، فهناك أعراف تختلف من منطقة لأخرى، مناطق سوس تختلف عن مناطق زيان، تختلف عن مناطق زعير، تختلف عن مناطق صحراوية. إذن هذه كلها عبارة عن أعراف، ولا تزال لا يزال العمل بها ساريا إلى يومنا هذا، ولكن شرطها الأساسي أن لا تكون مخالفة للقانون وأن لا تكون مخالفة للنظام العام. إذن هذا ما يتعلق بأهمية العرف
كقانون. وحينما نقول العرف يعتبر قانونا معنى أن القاضي يكون ملزما بإثارة ذلك العرف، معنى حينما يعرض النزاع وكان الأمر يتعلق بعرف ينبغي أن يكون عالما به وأن يعمل به دون إثارة الأطراف لذلك. ولكن إذا كان الأمر يتعلق بعادة فعلى القاضي ليس ملزما بأن يبحث في العوائد، وكذلك من يتمسك بالعادة ينبغي أن يثبت ذلك. تبقى نقطة أخيرة في هذا الجانب المتعلق بالعرف، وهو أنه العرف والعادة في المادة المدنية تختلف عن العرف والعادة في المادة التجارية. في المادة التجارية القانون التجاري والمعاملة التجارية تقف على أعراف، هناك مجموعة من الأعراف، وبالتالي فالعادة لها مكانتها في المادة التجارية على خلاف العادة في المادة المدنية. العادة في المادة المدنية لا يمكن أن تصبح ملزمة إلا إذا كانت قد ارتقت إلى عرف، ولكن بالنسبة للعادة التجارية خصوصا العادة الاتفاقية المتفق عليها بين التجار فإنها تقوم مقام القانون بالنسبة للتجار، لأن للتجارة وللمعاملة التجارية خصوصيتها في هذا المجال. المصدر الثالث وهو الفقه الإسلامي. إذا الفقه الإسلامي أولا بالنسبة لبلدنا المغرب، ومنذ الفتح الإسلامي في النصف الثاني من القرن الأول للهجرة بطبيعة الحال أصبح الإسلام وأصبحت الشريعة الإسلامية من المصادر الأساسية، وهي التي تنظم العلاقات بين المسلمين. وبالتالي فالمغرب بدوره كبلد إسلامي أن الفقه الإسلامي والشريعة الإسلامية من المصادر الأساسية، وهناك مجموعة من النصوص يعني التي استلهمت من الشريعة الإسلامية، وعلى وجه الخصوص ما يتعلق بجانب الأسرة، ما يتعلق بالزواج، ما يتعلق بالطلاق، ما يتعلق بالأهلية، ما يتعلق بالنيابة الشرعية، ما يتعلق بالمواريث، ما يتعلق بالوصايا. إذن هذه الأمور هي مسلهمة في عمومها من الفقه الإسلامي، بل أكثر من ذلك حينما نرجع إلى المادة 400 من مدونات الأسرة حاليا أنها تحيل على الاجتهاد وتحيل على الفقه وتحيل على المذهب المالي. إذن فهذه العملية تؤكد على أن للشريعة الإسلامية مكانة أساسية في هذا المجال. كذلك هناك مجال آخر يسمى بالعقار غير المحفظ. فالعقار غير المحفظ، لأن في المغرب هناك عقار محفظ خضع لمسطرة التحفيظ وفقا لقانون التحفيظ العقاري، وهناك عقار غير محفظ أو يسمى بالعقار العادي، أنه غير محفظ يعني ليس له رسم عقاري ولكن له رسم ملكية، يعني رسم ملكية حرره العدلان. إذن هذا العقار غير المحفظ هناك تنازع فعلا بين قانون التزامات العقود وبين المدونة الحقوق العينية وبين الفقه الإسلامي، ولكن عموما الآن مدونة الحقوق العينية في عدد من مقتضياتها أنها مستلهمة من الفقه الإسلامي. قواعدها ما يتعلق بالحيازة، ما يتعلق بالعمرة، ما يتعلق يعني عدد من المبادئ تم استلهامها من الفقه الإسلامي. ولكن هناك نتيجة للترسانة القانونية الفرنسية التي تم إدخالها إلى المغرب، أنهم طبيعة الحال تم التأثير وتم استبعاد الفقه الإسلامي في عدد من المجالات، وأصبحنا نطبق القوانين الوضعية الجديدة. ولكن الذي ينبغي أن نعلم هو أنه هذه القواعد لا ينبغي أن تكون مخالفة للشريعة الإسلامية، لأن الشريعة الإسلامية تعتبر من النظام العام وتعتبر من المصادر الرئيسية للقانون المغربي. آخر مصدر من مصادر الرسمية وهو القانون الطبيعي وقواعد العدالة. القانون الطبيعي وقواعد العدالة هو عبارة عن مجموعة من المبادئ المتعارف عليها في العالم كله، في الكون كله. لماذا؟ لأنه لا ينبغي الإضرار بحقوق الغير، لا ينبغي المساس بحقوق الغير، لا ينبغي الاعتداء على شرفي أو عرضي أو مالي أو دمي الغير. إذن هذه كلها مبادئ كونية، ما يدخل في إطار ما يسمى بحقوق الإنسان والمبادئ الكونية الطبيعية. وهذا القانون الطبيعي ما هو دوره؟ وأنه في حالة ما إذا عرض نزاع على القاضي وبحث في النص التشريعي فلم يجد تشريع الذي يحل الإشكال، ينتقل إلى العرف، لم يجد أي عرف يحل الإشكال، ينتقل إلى الفقه الإسلامي، لا يجد حلا لذلك الإشكال، إذن يقوم
باللجوء الى المبادئ الساميه المتفق عليها في يعني في الكون كله في العالم كله، ومن خلال ذلك تلك المبادئ الساميه التي تقوم على احترام الغير وعلى احترام حقوق الغير وعدم الاضرار بالغير، عدم قتل النفس، عدم كذا الى غير ذلك. فبطبيعه الحال انه يطبق هذا النص ويكون هذا القانون الطبيعي هو الذي يعطي الحق لمن يستحقه. إذن هذا ما يتعلق بالمصادر الرسمية. المصادر التفسيرية هناك كما قلت مصدران، هناك مصدر الأول وهو الاجتهاد القضائي، والمصدر الثاني وهو الفقه. أولا مصدر المصادر التفسيرية سواء تعلق الأمر بالاجتهاد القضائي أو تعلق بالفقه فإنهما غير ملزمين، بمعنى أنهما غير ملزمين على خلاف ما قلنا بالنسبة للتشريع وللعرف وللفقه الإسلامي والقانون الطبيعي وقواعد العدل، هناك إلزام. ولكن بالنسبة للاجتهاد القضائي وبالنسبة للفقه فهذا فقط هو عبارة عن مصادر من خلالها نفسر القوانين ونحاول أن نقوم بانتقاد التشريع لكي يكون محققا للعدالة وللأمن القانوني كما يقال. الاجتهاد القضائي أولا ينبغي أن نميز بين الاجتهاد القضائي والعمل القضائي، وهناك مجموعة من التعاريف لا أدخل في 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 هذه التفاصيل، ولكن العمل القضائي هو ما يقوم به القاضي أو القضاء بشكل عادي، بمعنى أنه يعرض عليه الملف، يقوم بالبحث وبالتحقيق وبكذا بكافة الإجراءات، ثم يصدر حكمه مطبقا للنص. إذن إذا طبق النص كما هو لم يجتهد يعني خارج النص فهذا يعتبر عملا قضائيا، لا يعتبر اجتهادا قضائيا. هناك من يقول أن ما يصدر عن المحاكم الابتدائية، محاكم أول درجة، المحاكم الابتدائية الإدارية والتجارية، ما يسمى بمحاكم أول درجة، لا يعتبر اجتهادا قضائيا. لماذا؟ لأنه صدر عن محاكم أول درجة، لا تزال محاكم السناف، محاكم السناف التجارية، محاكم السناف الإدارية كدرجة ثانية، ولا تزال محكمة النقد كمحكمة قانون. وبالتالي في نظري هذا الاتجاه يقول على أنه لا يعتبر اجتهادا قضائيا وإنما هو عمل قضائي، وفي نظر المتواضع هذا فيه نوع من تنقيص من الدور الذي تلعبه محاكم أول درجة في الوصول إلى الاجتهاد. وإلى وهناك مجموعة من الأحكام التي صدرت عن محاكم أول درجة والتي أيدت من قبل محاكم الدرجة الثانية والتي أيدت من قبل محكمة النقد، وهذا دليل على أن الاجتهاد يمكن أن يكون كذلك حتى على مستوى محاكم أول درجة. ولذلك فالاجتهاد القضائي لا ينبغي فقط أن يكون صادرا عن محكمة النقد أو عن محاكم ثاني درجة، ولكن في اعتقاد المتواضع يمكن أن يكون حتى بالنسبة لمحاكم أول درجة، أي فقط ينبغي أن يكون نهائيا أو أن يؤيد إذا أيد، أن يكون نهائيا بمعنى أن يصدر ولا يطعن فيه بالاستئناف أو بالتعرض، وبعد ذلك بطبيعة الحال يصبح نهائيا. إذا أصبح نهائيا فهو يعتبر اجتهاد، ولكن بشرط أن يكون ذلك العمل الذي قام به القاضي، العمل الذهني والعمل الفكري والنشاط الفكري والمجهود الذي بذله، أن يكون مفسرا للنص الغامض، أو أن يكون خلقا بين قوسين لقاعدة قانونية ولحل قانوني خارج أمام غياب النص. إذا كان النص غائبا غير متوفر، وإذا كان النص غامضا فالقاضي دوره أن يقوم بالتفسير وأن يقوم بالتطبيق وليقوم بإحقاق العدالة والإنصاف. إذن هذا ينبغي منه أن يقوم بمجهود، وهذا المجهود هو الذي يعتبر اجتهادا قضائيا في نظري. ومن طبيعة الحال لا نتحدث عن محكمة النقد، لأن ما تصدره محكمة النقد خصوصا فيما يتعلق بمسطرة الغرف المجتمعة فهذا يعتبر من الاجتهادات القضائية. إذن هذا ما يتعلق بالاجتهاد القضائي. فيما يتعلق بالفقه، الفقه كما قلنا هو مجموعة من الآراء الفقهية التي تتضمنها أبحاث، دراسات، ندوات، كتب، مؤلفات، مقالات يقوم بها كل من يجتهد يعني. وأول من ينبغي أن يقوم بالاجتهاد في هذا الإطار وهم الأساتذة الجامعيون في مجال القانون. لماذا؟ لأنهم يقومون بدراسة التشريع بالتعليق على الأحكام القضائية ويقدمون مجموعة من المقترحات، وذلك من أجل تطوير التشريع ومن أجل تطوير الاجتهاد القضائي والعمل القضائي. والفقه لعب دورا أساسيا وطلع بدور أساسي في مراحل سابقة من تاريخ الفقه الإسلامي، لا أدل على المذاهب الفقهية التي تؤكد على أن الفقه أساسا
وللفقه دورا أساسيا. لماذا؟ لأن الفقهاء اجتهدوا فيما لا نص فيه، يعني لا وجود لنص فيه، وقاموا بالاجتهاد، وذلك حماية لحقوق الناس ولحقوق يعني كل من تضرر حقه. إذن الفقه كذلك كان في العهد الروماني، أنه كان الفقه الروماني كان معروف بفقهاء في هذا المجال. في فرنسا كان هناك مجموعة من الفقهاء، وبالتالي فأعتقد على أن الفقه يؤثر. والحمد لله الآن إذا رجعنا إلى لا الاجتهاد القضائي ولا إلى التشريع، فأصبح للفقه دور مهم. لماذا؟ لأنه يستدعى ليشارك في اللجان التي تقوم بإعداد المشاريع ومشاريع القوانين والمسودات. وكذلك بالنسبة للقضاء أصبح يرجع إلى المؤلفات الفقهية للأساتذة، وذلك من أجل إصدار حكم في قضية معينة. وبذلك نكون قد أنهينا المحور الثاني المتعلق بمصادر القاعدة القانونية، وننتقل إن شاء الله في المحاضرة الثالثة إلى نطاق تطبيق القاعدة القانونية.